طيلة الدورات الخمس في هذه الملتقيات، في مواضعها، في تنظيمها، في تنزيلها على أرض الواقع. أكيد أن هذا الملتقى هو ملتقى سيشكل بنا أساسية من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة لتعديل هذا المشروع القانون الذي هو الآن في المسطرات الشرعية، ومن الممكن أن تكون تعديلات في مجلس النواب أو مجلس المستشارين. نحن نعلم على أن الكثير من المواد والمقتضيات هي مواد معيبة، هي مواد ناقصة، هي مواد لا يمكن أن تحقق النجاعة والحكمة داخل مرافق القضاء، هي مواد تقلص من دور المحامي في المسطرة. بالتالي نحن نعتبر أن هذا القانون ليس هو القانون الذي كنا نطمح إليه، والذي يمكن أن يغير وجه العدالة، وبالتالي يمكن إما أن يسحب وإما أن تكون هناك تعديلات جذرية وجوهرية عليه حتى يستطيع أن يكون بالفعل ذلك التشريع الذي يؤسس لمنظومة قضائية قادرة على تحقيق الأمن القضائي. كان هناك خلل على مستوى المقاربة التشاركية، لأن في البداية كان حسنية، كان هناك اجتماع واحد طرحنا مجموعة من الملاحظات، كان هناك وعد أنه ستكون مجموعة من اللقاءات من أجل مناقشة البنود الأخرى، لكن لم يحدث هذا الأمر. حتى ذلك اللقاء الواحد الذي قمنا بالاتفاق على واحد مجموعة من البنود لم يتم، رغم أننا اتفقنا لم يتم تطبيق ما اتفقنا عليه. بالتالي نعتبر على أنه لم تكن هناك مقاربة حقيقية تشاركية حقيقية، وأن المشروع قانون في هذه الصيغة لا يستجيب لطموحات العدالة ولا يستجيب لطموحات المحامين. مثلا فيما يخص أن درجات التقاضي هي أو الحكم ابتدائيا وانتهائيا في بعض القضايا يصل المبلغ إلى 40,000 درهم. هذه المسألة تضر بمبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، أي أن لم يعد هناك إلزامية المحامي. هذه المسألة فيها ضرر المحامي، ولكن حتى بخصوص التقاضي هناك ضرر، لأنه سيضطر إلى ربما قد تكون مبرر للذهاب إلى القضاء لوحده وهو غير متخصص، وبالتالي سيتعذر عليه القيام بمجموعة من الدفعات والوسائل والأشياء المسطرية التي يتوفر عليها المحامي المتمرس، وبالتالي ستضيع حقوقه هو على مستوى محكمة النقد. الأحكام التي أصبحت قابلة للنقد هي التي تفوق 10,000,000 درهم، أي أن نزاع أو شخص ظلم ونزاعه في 90,000 درهم غير قابل للنقد، تضيع عليه ضمانة طعم النقد. إذن كل هذه إخلالات، وهناك إخلالات أخرى يجب أن يتم إعادة النظر فيها حتى تكون المشروع فعلا قادر على تحقيق النجاعة والحكمة داخل مرافق القضاء. واليوم يعني في إطار هذا النقاش الذي أطلقه مجموعة من الشركاء على رأسهم نقابة هيئة المحامين بمحاكم استئناف أكادير قليميم العيون حول شروط المحاكمة العادلة، يعني في وثيقة مهمة اللي يتم تدارسها اليوم، وقانون مهم الذي سيصدر قريبا هو قانون المسطرة المدنية. وبالنسبة لنا كلجنة جهوية لحقوق الإنسان يعني نواكب هذا النقاش العمومي، وقدم المجلس يعني المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من المذكرات في إطار إصلاح ورش إصلاح العدالة، من بينه يعني وثيقة أو مذكرة خاصة بإصلاح يعني قانون المسطرة المدنية. قانون المسطرة المدنية كيف تعرفوا بأنه هو يضمن المساطر التي تمكن المواطن من الولوج إلى حقوقه في مجالات محددة هي مجالات مدنية، ولكن هذا الولوج يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط. أولاً تبسيط هذه المساطر ليكون من حق المواطن يعني سهولة الولوج. ثانياً مجانية هذه المساطر، لأن المواطن تمنع من الولوج أصلاً إذا كانت المسطرة مؤدة عنها، يعني عدد كبير من المواطنين يفرطوا في حقهم لأنهم لا يملكون الإمكانيات للولوج إلى هذه المساطر. ثانياً التبسيط مرتبط بالتعقيد الذي يجعل الأمية القانونية التي شائعة في المجتمع تمنع أيضاً المواطن. اليوم مع الممارسين المهنيين اللي هم يعرفوا الثغرات، يعرفوا مواقع القوة ومواقع الضعف في هذه الوثيقة، ونحن يعني من خلال المعايير الدولية لحقوق الإنسان نسعى أولاً نتابع النقاش ونقدم توصيات، ولكن أيضاً نستشف مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تكون مفيدة في الممارسة ومفيدة أيضاً في التشريعات، ليست فقط المسطرة المدنية ولكن التشريعات الأخرى المصاحبة، من أجل ملائمة القانون أو القوانين والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي
وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.